أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. البداية من صحيفة الطريق الشعب: لا زلنا نريد وطن، للكاتب إبراهيم إسماعيل في الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين الباسلة. يستعيد العراقيون هنا شعورا قويا بالوفاء والشجاعة التي أشعلت جذوة الوعي، رغم أن الشبيبة المنتفضة لم تحقق كل أهدافها بسبب توازن القوى المختل بينها وبين اليمين الفاسد. فإن تشرين ولدت قوة جديدة من بيوت الطين المثقلة بالجوع، قوة متنوعة في الطبقات والأهداف تجمع بين الدفاع عن سيادة العراق وتحقيق العدالة الاجتماعية. الانتفاضة نجحت نجاحا كبيرا في إبقاء الجمر متقدا رغم محاولات الحكومة لإخمالها وتشتيتها. الشعب العراقي الذي وقع جزء كبير منه في براثن الفقر والبطالة ما زال يقدم المزيد من المنتفضين ويعمق إيمانهم بقضيتهم العادلة. هذا الحراك المستمر يفضح مخططات الإطار الذي يسعى للهيمنة والقمع في وقت يراهن فيه على الزمن وشراء الذمم. رغم تشتيت الانتفاضة وتمزيق صفوفها، بقي الجمر متقدا وتواصل الحراك الاحتجاجي فاعلا كل يوم في ساحات الوطن ضد السياسات التي غيبت إرادة العراقيين وأضعفت استقلالية قرارهم الوطني، وضد هيمنة أقلية عاجزة عن حل المشكلات المتفاقمة في الاقتصاد والصحة والتعليم والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية. بقي الشعب الذي أوقعت هذه المنظومة ثلثه في براثن الفقر ونصف شبابه في جحيم البطالة والمخدرات والاستقطابات والمافيات، سخيا كعادته في رفض سوح الحراكات الاحتجاجية بالمزيد من المنتفضين، يعمق قناعاتهم بعدالة قضيتهم ويمنحهم خبرة أكبر، ويعوض الخسائر الناجمة عن الاستشهاد وربما عن انتقال البعض لضفة الخصوم بحثا عن الحليب كامل الدسم. رغم أن الأكثرية ترى في المنتقلين زبدا ذهب جفاء وبقي في ساحات من ينفع الناس، وكما اشترط استمرار الجمر متقدا فضح مخططات اليمين المتواصلة ضد ونقرأ مقالا آخر من صحيفة العربي الجديد، هذه المرة بعنوان: الشرق الأوسط والتغيرات الكبرى، لإياد الدلامي. في الشرق الأوسط جاء يشهد تغيرات سريعة وغير مسبوقة. هذا الشرق الأوسط تتجاوز حدود السياسة لتشمل الاقتصاد والمجتمع. الأحداث كذلك التي بدأت مع صفعة كتائب عز الدين القسام لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023 قد فتحت هذه الصفعة الباب واسعا أمام تساؤلات حول شكل ومستقبل المنطقة في ظل الصراع المستعر المستمر. يعود مصطلح الفوضى الخلاقة من جديد إلى الواجهة، وهو مفهوم يستخدم لوصف تغيرات متعمدة تهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة من جديد بما يتناسب تماما مع مصالح القوى الكبرى. هذا المفهوم أيها السيدات والسادة برز بقوة بعد تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة غوندوليزا رايز حول السعي نحو شرق أوسط جديد. القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض تغيرات استراتيجية جديدة في المنطقة تعتمد على مزيج من التدمير والبناء وفقا لمصالحها الخاصة البحتة، وهو ما يجعل الشرق الأوسط الجديد المنتظر منطقة تعاني من عدم استقرار مزمن. في أجواء الحرب المستعرة في العديد من زوايا الشرق الأوسط، يعود إلى الواجهة مصطلح الفوضى الخلاقة بكل تفاصيله وتداعياته. المصطلح الذي طفى على السطح عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001، غير أنه لم يأخذ حظه من التداول إلا في أعقاب تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية حينها كوندوليزا رايس في حوار مع صحيفة واشنطن بوست في شهر نيسان عام 2005، يوم أن تحدثت عن أن واشنطن بدأت فعليا بنشر الفوضى الخلاقة وصولا إلى شرق أوسط جديد ونشر الديمقراطية في الوطن العربي عبر تلك الفوضى،
والفوضى الخلاقة ببساطة عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي متعمد ومقصود تقوم به جهة أو جهات أو أشخاص أو منظمات أو دول بغية ترتيب الأوضاع في مكان لصالح من أحدث تلك الفوضى التي ستكون حينها خلاقة لأنها تتناسب مع أهدافه وتطلعاته. وفيما يخص منطقتنا العربية أو الشرق الأوسط كما يحلو لأدبيات المستعمرين أن تطلق عليه، بدأ الحديث عن فوضاه الخلاقة في ثمانينيات القرن المنصرم يوم أن كتب المستشرق برناند لويس عن أهمية إحداث الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي لمواجهة الإسلام الراديكالي. المفارقة أن لويس طرح العراق نموذجا قابلا للفوضى الخلاقة، فهو يرى فيه دولة علمانية تقوم على مقدرات بشرية ومالية كبيرة، ومن ثم يمكنه أن يصلح نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في المنطقة. ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان طوفان الأقصى، ومر عام على حرب الإبادة للكاتب سعيد يقطين. مر عام كامل على طوفان الأقصى، يقول يقطين، الحدث الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى نقطة الصفر بعد سنوات عجاف من محاولة إخمادها عبر التطبيع. إسرائيل بقيادة اليمين المتطرف استهدفت خلال هذا العام القضاء على المقاومة الفلسطينية الفذة وإعادة الهيمنة من جديد على المنطقة، لكنها لم تحقق أهداف رغم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لغزة، حيث بقيت المقاومة صامدة، مما جعل الاحتلال في حالة ارتباك وإرباك. الجيش الإسرائيلي لم ينجح إطلاقا في القضاء على قادة المقاومة أو إخماد الحراك حسب المقال، الحراك الشعبي في الضفة الغربية ولبنان. إنما يحدث الآن يكشف تآمر الغرب على الفلسطينيين ويبرز نفاق الحديث عن حقوق الإنسان بشكل جلي في وقت يتم فيه دعم عمليات الإبادة والتطهير العرقي بشكل علني. ومع مرور الزمن بات من الواضح أن القضية الفلسطينية لن تموت رغم كل المحاولات لطمسها. مر عام كامل على طوفان الأقصى الذي أصاب إسرائيل في مقتل. كانت الصهيونية قبل هذا الموعد مطمئنة إلى أن التطبيع مع الدول العربية سيضع حدا فاصلا لتاريخ امتد لأكثر من 70 عاما من الإحساس بعدم الأمان والتفكير الدائم في احتمال حرب ممكنة، وأنها بذلك تنهي حلم الفلسطينيين في إقامة دولة إلى جانبها. وكانت أمريكا ومن ورائها إسرائيل مغتبطة بهذه الإنجاز التاريخي الذي تساهم فيه أمريكا بالواضح والمرموز والذي تراه يتحقق مع حكومة اليمين المتطرف. لكن طوفان الأقصى كدر الفرحة وبدد الوهم وأعاد القضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر. نعم، النقطة التي جعلت نتنياهو يتحدث ويتوعد وهو في أقصى درجات التشنج بنكبة جديدة كبرى. وكان ما كان مما أشغل العالم بأسره خلال عام كامل. حددت إسرائيل أهدافها في إرجاع الرهائن وتفكيك حماس والقضاء على المقاومة. لم تتحقق أي من هذه الأهداف رغم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير البنيات التحتية في غزة بقيادة الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. وأمام العجز المطلق عن الوصول إلى المبتغى، مارست الصهيونية حرب الإبادة ونقلتها إلى الضفة الغربية رغم الفارق الكبير بين مواقف وممارسة العدوتين. فاستباحت الضفة بالاعتقالات والاغتيالات والتدمير، فالعدو واضح ولا عبرة للالتزامات والعهود. وفي الجزيرة نت، فهمي هوادي في الجزيرة نت يطرح فكرة واضحة، إما أن تكون مع المقاومة أو مع الصهيونية. نتنياهو، يقول هوادي الذي يظهر كأنه انتصر في حربه ضد الفلسطينيين العزل، لم يحقق أي من أهدافه الرئيسة، بدلا من ذلك كله يستند على الدعم الأمريكي ويحاول استعادة السيطرة بأي وسيلة كانت. هوادي يشير إلى أن ما يحدث هو صراع وجودي بين الحق الفلسطيني والصهيونية، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا أمام هذه الحرب المستعرة غير المتكافئة. الاستعلاء الذي يظهره نتنياهو أمام الإعلام يعكسه الانتفاخ الإعلامي والدعم الدولي له، لكن المقاومة مستمرة ولم تهزم إرادة شعب يريد الحرية. السؤال هنا،
ما هو دور الشعوب العربية في هذه المعركة؟ استعلاء نتنياهو الذي يتكئ على الدعم الأمريكي المؤيد بالنفوذ الصهيوني والغياب العربي الذي رفع راية الصمت واعتبر علامة على الانصياع والرضا، أضيف له ضعف المؤسسات الدولية التي لم تعد تكن احتراماً أو تعمل حساباً للعرب وقضيتهم رغم الاعتراف بحقوقهم القانونية. والانتشاء الذي عبر عنه نتنياهو خلال الآونة الأخيرة انتقل إلى أولئك بحيث رفع من معنوياتهم، فضعفوا غاراتهم على القرى الفلسطينية ورفعوا أسقف طموحاتهم، ولم يعودوا يترددون في الجهر بتبنيهم آراء وأحلام آبائهم الصهيونية الذين روجوا لسردية الأرض الموعودة الممتدة من النيل للفرات، حتى صار مثيراً للانتباه أن عملية طوفان الأقصى التي جددت حلم الفلسطينيين في استعادة وطنهم المغتصب استنفرت في الوقت ذاته الأحزاب التوراتية وأنعشت الخرافات القديمة وجددت تطلعهم لبسط سلطانهم على كل الأراضي المحتلة وما عداها. وثبات هذا الجيل والصمود الأسطوري لحاضنته الشعبية يعني أن المعركة معه مستمرة، وأنه ما دام استمر أولئك الفلسطينيون الجدد على وجه الأرض فلن يهدأ للإسرائيليين بال ولن يكون لهم مستقبل في فلسطين. لذلك خلص العقل الصهيوني إلى أن المشكلة في الوجود الفلسطيني ذاته وليست في حماس، وأعلنوها صريحة حين محوا كل الصور التفاهم مع الفلسطينيين بما فيها اتفاق أوسلو واتفاقية ترسيم الحدود المائية مع لبنان، كما أغلقوا عمليا في خطابهم السياسي أي حديث عن حل الدولتين. نقرأ في التايمز: هل ستخسر كامالا هاريس ميشيغان بسبب العرب الأمريكيين؟ الاستطلاعات هنا تقول هذه الأوضاع في نشرة صحيفة التايمز التي نشرتها تقول أن الأوضاع هناك ليست جيدة على الإطلاق، حيث في تقرير أعده توم نيتون في مدينة تريبون في ميشيغان تساءل فيه عن قدرة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على استعادة أصوات العرب الأمريكيين هناك بعد عام كامل من الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الكاتب إن هناك فرصة كبيرة بأن يكلف الدعم الأمريكي لإسرائيل كامالا هاريس الفرصة بالوصول إلى البيت الأبيض، وذلك حسب قول العمدة الديمقراطي لمدينة تعيش فيها أكبر جالية عربية بالولايات المتحدة. وقال عبد الله حمود عمدة دير بورن في ميشيغان التي تعد من الولايات المتأرجحة والتي من المؤكد أنها ستقرر مصير الانتخابات: لو كنت تريد الوصول إلى أعلى منصب في العالم فعليك فقط التفكير بالاستماع إلى القاعدة الانتخابية التي تريد منها التصويت لك في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. أثر الدعم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان على دعم العرب والمسلمين الأمريكيين للحزب الديمقراطي، ولو أرادت هاريس والرئيس جو بايدن استعادة الدعم العربي الأمريكي فعليهما أن يقفا بصلابة ضد بنيامين نتنياهو. وقبل 4 أعوام فضل المسلمون الأمريكيون بايدن على ترامب بهامش 86% مقابل 6% حسب استطلاع رأي أولي. أما اليوم فيبدو أن هناك قطاعا كبيرا منهم يحضر للتخلي عن الحزب الديمقراطي بسبب سياسته الخارجية. والتقت هاريس مع قادة عرب ومسلمين في ولايات مهمة الأسبوع الماضي، ولكن رغم مقابلتها مع مجموعة إيميج أكشن والناشطة الفلسطينية الأمريكية هالة حجازي، إلا أن بعض الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن هاريس لم تنجح بمنع الانشقاقات من قواعد انتخابية حيوية. ويعتقد حمود عمدة ديربورن أن التهديد الأكبر لهاريس من داخل المجتمع العربي الأمريكي ليس نابعا من ترامب، ولكن من اللامبالاة الناجمة عن من الأهمية بمكان أن تتخذ كامالا هاريس موقفا أقوى. يجب القيام بشيء حاسم، وهذا يعني إخبار إسرائيل بالتوقف عما تفعله في لبنان وغزة الآن، وإلا يمكن للديمقراطيين أن يقولوا باي باي لميشيغان. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتير.
على مدار عام كامل واجه الفلسطينيون ضغوطا يومية نتيجة الإبادة المدعومة بشكل مطلق من الولايات المتحدة، تجسدت في فقدان الأحبة والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى نقص حاد في الطعام والمياه والعلاج. وقال الخبير النفسي والاجتماعي أمجد الشوة للأناضول إن الحرب لم تقتصر فقط على الدمار المادي، بل طالت النسيج الاجتماعي والنفسي، وأشار إلى أن أكثر من 25,000 طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما ويواجهون صدمات نفسية عميقة. وأوضح الشوة أن جيل المنهك من الأطفال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في العيش دون حماية أو دعم نفسي كاف، حيث يعاني العديد منهم من الاضطرابات النفسية مثل الكوابيس والخوف المستمر من الأصوات المرتفعة، مما يعكس تجاربهم اليومية مع القصف والانفجارات. ولفت إلى أن هؤلاء الأطفال يتحملون مسؤوليات كبيرة مثل المساعدة في توفير الغذاء والمياه لأسرهم، مما يضعهم في ظروف صعبة نفسية واجتماعية يرثى لها. وأكد الشوى أن الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية نفسية متخصصة، إلا أن الإمكانيات المتاحة لا تغطي سوى الحد الأدنى من هذه الاحتياجات. وتابع الشوى حوالي 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال، والنساء فقدن أزواجهن وأطفالهن، مما يزيد من الأعباء النفسية والاجتماعية على كاهلهن. نتابع وإياكم فيديو اليوم. إلى اللقاء.